من منطقة بني ياس، معكم عيسى، راح أكلمكم على الفيلا اللي وراي. إذا كنت مواطن وعجبتك المساحات، هذه فيلتك في بني ياس، بينك وبين المول 15 خطوة فقط. مثل ما شفتم، مساحة الغرف واسعة وحلوة، مساحة الأرض 650، مساحة البنيان 298، معناته عندك حوش كبير حلو وجميل. هذه فيلتك في بني ياس، منطقة بني ياس منطقة حيوية، كل ما عليك انك تواصل معنا وما يصير خاطرك لطيف.